استغربت أوساط متابعة انشغال الرأي العام ببعض الملفات المالية وتناسي ملفات أكبر، منها غياب الحسابات المالية للدولة اللبنانية والتي كانت من الأسباب المباشرة للانهيار الراهن. يتخوف معنيون بالواقع البلدي أن يؤدي التمديد للمجالس البلدية إلى استقالات في عدد منها تشل عملها على وقع الخلافات السياسية والعائلية في البعض منها. تشير شخصية لبنانية شغلت موقعاً مالياً دولياً سابقاً أن بضعة مليارات من الدولار كفيلة باستعادة عافية الاقتصاد الصغير للبنان شرط صرفها في المكان المناسب وفق الخطة المناسبة.